ما الفرق بين النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والنهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع؟ وهل هناك علة في التفريق؟ وما مقدار الرمح بالمتر؟ هذا يا أخي حسب الأحاديث، حديث قال لا صلاة. العجيب أنك تسأل والأحاديث بين يديك، تونا قرأناها. حديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحديث يقول لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، فأضاف وقتا آخر. هذا بحسب الأحاديث الواردة.